سنة أولى ابتدائي، سنقوم الآن بحل نموذج من اختبار الفصل الثاني في مادة التربية الإسلامية. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول، أربط الآيات القرآنية بصورها. لدينا الآيات: قل هو الله أحد، مالك يوم الدين، من الجنة والناس. الصور: لدينا سورة الفاتحة، سورة الناس، وسورة الإخلاص. إذا نقرأ الآية الأولى، قل هو بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآية تذكرنا بجيد بسورة الإخلاص، إذا نربطها مع سورة الإخلاص. لدينا الآية بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هذه الآية هي من سورة الفاتحة، إذن نربطها مع سورة الفاتحة. أخيرا، بسم الله الرحمن الرحيم، من الجنة والناس. من الجنة والناس هي آية من سورة الناس، أحسنتم، سورة الناس. نراجع معا، قل هو الله أحد سورة الإخلاص، مالك يوم الدين سورة الفاتحة، من الجنة والناس سورة الناس. التمرين الثاني، أضع صاد أمام العبارة الصحيحة وخاء أمام العبارة الخاطئة. المسلم لا يبعد الأذى عن الطريق، أحسنتم، خطأ. المسلم يبعد الأذى عن الطريق. إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر، أحسنتم، صحيح. عندما أعطس أقول الحمد لله، عندما أعطس أقول الحمد لله، جيد، صحيح. المسلم الطاهر لا ينظف جسمه دائما، المسلم الطاهر لا ينظف جسمه دائما، جيد، خطأ، لأن المسلم الطاهر ينظف جسمه دائما. أقول بسم الله قبل قراءة القرآن، أقول بسم الله قبل قراءة القرآن، أحسنتم، صحيح. نراجع معا، المسلم لا يبعد الأذى عن الطريق، خطأ، لأن المسلم يبعد الأذى عن الطريق. إن الصدق يهدي إلى البر، صحيح. عندما أعطس أقول الحمد لله، صحيح. المسلم الطاهر لا ينظف جسمه دائما، خطأ، لأن المسلم الطاهر ينظف جسمه دائما. أقول بسم الله قبل قراءة القرآن، صحيح. التمرين الثالث، أصنف الصفات التالية في الخانة المناسبة لها. لدينا الصفات: المحبة، الكره، الاستئذان، الأنانية، التعاون، الكذب، الصدق، العصيان. المحبة، جيد، صفة من الصفات الحسنة، نكتبها المحبة، لأن المحبة مثل محبة الله، محبة الوالدين، محبة الخير، الأصدقاء إلى آخره. الكره، جيد، الكره صفة سيئة، لا يجب أن نكره مثل نكره الخير أو الأصدقاء. لدينا صفة الاستئذان، أحسنتم، الاستئذان صفة حسنة، لأن الاستئذان من آداب المسلم. الاستئذان، المحبة والكره. لدينا الأنانية، جيد، الأنانية صفة سيئة، لأن الإنسان المسلم الأناني لا يحب إلا نفسه، إذا لا يحب غيره. الأنانية. التعاون صفة حسنة، لأنه يجب أن نتعاون على البر الخير. الكذب، أحسنتم، الكذب صفة سيئة،
من الكذب على الوالدين، الكذب على الآخرين، صفة سيئة. الكذب، الصدق، أحسنتم، الصدق صفة حسنة، إن الصدق يهدي إلى البر. إذا الصدق صفة حسنة. الصدق. وأخيرا العصيان، العصيان صفة سيئة، مثل عصيان الله، عصيان الوالدين، عصيان المعلم، هذه كلها صفات سيئة. العصيان. نراجع معا. الصفات الحسنة لدينا المحبة، الاستئذان، التعاون، الصدق. الصفات السيئة مثل الكره، الأنانية، الكذب والعصيان. التمرين الرابع. أملأ الفراغات بالكلمات الآتية لأتحصل على آية الاستئذان. لدينا الكلمات: تذكرون، تدخلوا، تستأنسوا، بيوتكم، أهلها. يا أيها الذين آمنوا، لا، جيد، لا تدخلوا. بيوتا غير، أحسنتم، بيوتكم، بيوتكم. حتى، أحسنتم، تستأنسوا، تستأنسوا. وتسلموا على، أحسنتم، أهلها، على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم، أخيرا، جيد، تذكرون. شد فوق الضاد، تذكرون. نعيد قراءة الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وهكذا انتهينا من تصحيح الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.